أحبائي الطلبة السلام عليكم اليوم أحبائي سنحل معا اختبار جديد في مادة الفرنسية للفصل الأول السنة أولى متوسط إذا بسم الله نبدأ بعنوان فوتر أسيات إتال إكيليبغي يعني صحنك هل هو متوازن أو وجبتك هل هي متوازنة إذا على وجبتنا ماذا يجب أن نتناول أولا عندنا الصحن هنا مقسم إلى ثلاثة لدينا برودوي سيريالي يعني الحبوب مثل مثلا الخبز المصنوع من القمح لدينا الارز ولدينا المعكرونه هنا عندنا لي اي اذا هنا اللحوم ومشتقاتها مثل السمك البيض الدجاج لدينا هنا في الجزء الثالث لي يعني الخضر كوم لا سالاد سلطه كوم لي يعني الجزر عندنا لو يعني اللفت وعندنا هنا الذره هنا على الجانب يجب أن نرافق هذه الأكلة بماذا؟ عندنا لي إي سبستيتو يعني الحليب ومشتقاته مثل مثلا الجبن عندنا هنا لي فخوي الفواكه بمختلف أنواعها والآن سننتقل إلى النص تكست بور كان enfant بويس grandir sainement يعني من أجل أن طفلا يستطيع أن يكبر بشكل صحي إلي دو دلوي

تلك دي فروي و دي يعني مثل مجموعه الفواكه والخضر دي بروتين ميغ يعني البروتينات الخاليه من الدهون دي سيريال كومبليت يعني الحبوب الكامله اي دي برودوي ليتي يعني والمواد المصنوعه من الحليب او الحليب ومشتقاته لي فروي اي لي فورنيس دي فيتامين اي دي مينيرو يعني الفواكه والخضر توفر لنا الفيتامينات والمعادن المهمة. Les protéines favorisent la croissance musculaire et le développement. يعني والبروتينات تعزز تطور العضلات أو نمو العضلات وتطورها. Les céréales complètes يعني الحبوب الكاملة offrent des glucides complexes pour l'énergie. يعني الحبوب الكاملة تعطي لنا اللوسيدات المركبة من أجل الطاقة. إي لي برودوي ليتيي يعني والمواد اللبنية أو الألبان تساعد على تقوية العظام بفضل الكالسيوم. Il est également crucial de limiter la consommation de يعني من المهم أيضا الحد من استهلاك السكر المضاف. دو gras ساتوري يعني والدهون المشبعة. دو سال يعني واستهلاك أيضا الملح إذا يجب أن نحد من استهلاك السكر المضاف والدهون المشبعة والملح encourager de bonnes habitudes alimentaires dès le jeune يعني تشجيع العادات الحسنة للتغذية منذ بداية العمر فافوريز نون با سولمون يعني يعزز لا فقط لا كروسانس فيزيك يعني نمو الجسمي mais aussi le développement cognitif et la santé globale de l'enfant. يعني ليس فقط النمو الجسمي بل مفيد ايضا في التطور المعرفي التطور المعرفي اي لا سونتي جلوبال والصحه العامه للطفل اذا بعد ما شرحنا هذا النص ارجو ان تعيدوا قراءته عده مرات لكي نجيب معا على الاسئله ا آه. كومبريونسيون ليكري يعني فهم الكتابه ا آه. لو تيتغ كيكون بياندغي لو ميو او تاكس يعني شطب على العنوان المناسب اكثر للنص العنوان الاول اون بون ايجيان كوربوغ ليزونفون يعني نظافه جسديه جيده للاطفال هنا العنوان الثاني عندنا اون عيمنتاسيون ايكيليبغي نيوتريتيف بور لانفون ماذا يعني هذا يعني تغذيه متوازنه ومغذيه من اجل الطفل اذا ما هي الاجابه الصحيحه الاولى ام الثانيه جيد العنوان المناسب للنص هو العنوان الثاني une alimentation équilibrée nutritive pour l'enfant je coche كوش ici إيه هنا لان العنوان المناسب هو الثاني une alimentation équilibrée nutritive pour l'enfant 2 qu'est-ce qu'on doit fournir à l'enfant pour qu'il puisse grandir sainement إذا ماذا يجب أن نوفر للطفل لكي يستطيع النمو بشكل صحي؟ الإجابة موجودة هنا في بداية النص. Pour qu'un enfant puisse grandir sainement, pour يعني لكي لكي يستطيع الطفل أن يكبر بشكل صحي. هنا عندنا الإجابة. Il est essentiel de lui fournir une alimentation équilibrée et nutritive. يعني من المهم جدا أن نوفر له تغذية متوازنة ومغذية. 3. كومبليت لو tableau suivant avec les mots suivants. إذا أكمل الجدول الآتي بالكلمات التالية. عندنا لا بانان يعني الموز، لا اللحم، لي الطماطم، لو فروماج يعني الجبن. هنا عندنا جدول به المجموعات الغذائية. عندنا أليمون غيش أون بروتين، ليغوم، برودوي ليتيي اي إذن اذا في الخانه الاولى لدينا اغذيه غنيه بالبروتينات هنا عندنا الخضر عندنا الالبان او الحليب ومشتقاته وعندنا لي يعني الفواكه اذا اين نضع هذه الكلمات نضع الكلمات بالشكل الاتي لا يعني اللحم تنتمي الى المواد الغنيه بالبروتين اليمون غيش ان ليغوم الخضر ما هي الخضر التي كانت عندنا عندنا لي يعني الطماطم عندنا برودوي ليتي برودوي ليتي كان عندنا لو الجبن هو من مشتقات الحليب فروي عندنا لا بانان يعني الموز 4 que contient un repas équilibré que contient un repas equilibré. يعني على ماذا يحتوي او تحتوي الوجبه المتوازنه الاجابه عندنا هنا يعني امثله عن الاغذيه الصحيه لجميع المجموعات عندنا تاكو يعني مثل دي فروي اي دي يعني فواكه والخضار دي بروتيين ماغ البروتينات الخاليه من الدهون دي سيريال كومبليت يعني الحبوب الكامله اي دي برودوي ليتي يعني والالبان Alors, le repas équilibré contient des fruits et des légumes, des protéines maigres, des céréales et des produits laitiers. 5. Trouve dans le texte le synonyme de important. Yani اوجد في Moradif. مرادف، synonyme Yani مرادف. Moradif كلمة important Yani مهم. عندنا في النص essentiel. Essentiel Yani أيضا مهم. كما لدينا كلمة crucial crucial أيضا شيء مهم إذا مرادف important نستطيع أن نقول essential يعني مهم أو عندنا crucial يعني مهم أيضا إذا لو سينونيم دو مو يعني مرادف كلمة important هو إسانسيال يعني مهم نستطيع أن نقول أيضا كلمة كروسيال إسانسيال أو كروسيال بهذا الشكل relève du texte une illustration relève du texte يعني استخرج من النص une illustration une illustration يعني استشهاد يعني شيء ذكرنا مثالا عنه مثال او استشهاد un exemple عندما ذكرنا هنا المجموعات الغذائيه قلنا ان المجموعات الغذائيه تكون مثل مثل ماذا Alors qu'est-ce qu'on a dit provenant de toutes les catégories alimentaires il est un que tel que ça c'est un exemple Et ça c'est une illustration tel que quoi tel que des fruits et légumes des protéines maigres des céréales complètes et des produits laitiers et donc, Relève du texte une illustration, yannis takhrij ou telle que des fruits, mythla, les fruits et les légumes, des protéines maigres, des céréales complètes et des produits laitiers. 7. Répond par vrai ou faux, ou Les produits laitiers contribuent au renforcement des eaux grâce aux. أو إذا آه, الألبان تساعد على تقوية العظام بفضل الكالسيوم هل هذا صحيح أم خطأ؟ جيد هذا صحيح سي فغي لأن مشتقات الحليب تساعد على تطور وعلى تقوية العظام بواسطة الكالسيوم Les repas devraient inclure une variété d'aliments provenant d'une seule catégorie الغذاء يجب ان يحتوي على تعدد من الاغذيه تنتمي الى مجموعه غذائيه واحده أن كاتيغوري كتكوري alimentaire. C'est vrai ou bien c'est faux? Très bien, ça c'est faux. اذا درسنا عده مجموعات غذائيه وليس مجموعه واحده. Alors ça c'est هذه العباره خاطئه. 3. il faut limiter la يجب أن نحد من استهلاك السكر المضاف، الدهون المشبعة والملح. هل هذا صحيح أم خطأ؟ Très bien, وجدنا هذا في نهاية النص. Ça c'est إذن الإجابة الأولى صحيحة، الثانية خاطئة، والجملة الثالثة صحيحة. 8.

أو دو إذا نقرأ الجملة لي غوبا دوفغي انكلوغ اون فاريتي داليمون غيش اي فاري إذا الوجبات يجب أن تحتوي على غذاء متنوع غني ومتنوع إذا ماذا نجد في هذه الجملة عندنا لي غوبا دوفغي انكلوغ اون فاريتي داليمون يعني الوجبة تحتوي يجب أن تحتوي على تنوع في الغذاء تنوع في الغذاء اذا هنا عندنا دي ابوستروف قلنا ان لو كومبليمون دو دو نون ياتي قبله يا اما ا آه افيك اكسون غراف او دو اذا ان فاريتي دو داليمون ان فاريتي داليمون سا سي ان كومبليمون دو نون داليمون هذه سي ان كومبليمون دو نون هذا مكمل أو متمم للإسم غيش إيفاري غني ومتنوع إذا الغذاء الغني والمتنوع ساسسون دي هذه صفات غيش إيفاري سوف نسطر تحت هاتين الكلمتين غنية ومتنوعة هاتين الكلمتين هما دي صفات لكلمة أليمون نلاحظ هنا علامة الجمع في كلتا الكلمتين لان الصفه تتبع الموصوف 9 يعني تسعة conjuge les verbes au present de l'indicatif صرف الافعال هنا عندنا فعل واحد صرف الفعل في المضارع un repas équilibré aide les enfants à grandir sainement يعني غذاء متوازن يساعد الاطفال على الكبر بشكل صحي اذا هنا عندنا le verbe إيدي سا سيت أن دو المجموعة الأولى التي تنتهي ب إو -ER. إذا سا سي لنفينيتيف الفعل غير مصرف سنحذف لاتيغمينيزون النهاية ونترك لو راديكال أصل الفعل أد إذا وننظر إلى الفاعل عندنا الفاعل هنا عباره عن إسم مع صفه الصفة إذا إذا حولناه إلى ضمير ماذا يعطينا؟ أن غوبا اسم مذكر مفرد ماذا يساوي كضمير؟ جيد يساوي إيل هو إذا هنا هذا الفعل سوف نصرفه مع لو برونو إيل إذا ماذا نقول؟ أن غوبا إيكيليبغي تساوي إيل إيدي نكتب لو راديكال إد ونضع النهاية التي نجدها مع إيل عندنا النهاية في المضارع مع المجموعة الأولى نقول جاد.

كان مع فاعل مفرد لو بروتيين تساوي إيل هو إيل فافوريز أفيك أو هنا لي جمع بلوريال إذا ماذا نضع في النهاية مع المجموعة الأولى إيل أفيك أس هم ماذا نقول إيل فافو غيز والنهاية هي جيد أو أن تي على فا نضع أو أن تي Favorise les croissances musculaires. On tu as 9 ans. Les De ce côté. Et maintenant, on va faire le travail de l'admagie. Deux, situation intégration. Complète le paragraphe suivant par Akmil al-fiqra al-atia b. هنا عندنا فقره بها فراغات وعندنا كلمات يجب ان نضعها في هذه الفراغات عندنا الكلمه الاولى هي دو دو يعني للماء او من الماء فخوي يعني فواكه سونتي يعني الصحه تخوا الرقم ثلاثه وعندنا بروتين يعني البروتينات Les enfants devraient consommer الاطفال يجب ان يتناولوا repas équilibré par jour وجبة متوازنة في اليوم إذا هنا عندنا عدد كم وجبة نتناول أو يتناول الأطفال في اليوم comprenant des portions appropriées دو يعني تحتوي على حصص خاصة من من ماذا عندنا هنا كلمة ثم عندنا فاصلة ليجوم الخضر فاصلة كلمة أخرى فاصلة سيريال كومبليت يعني الحبوب الكاملة هنا عندنا الأغذية تعداد للأغذية التي يجب أن نتناولها إي برودوي يعني والألبان إذا لا كولاسيون peuvent être إنتيغري سي nécessaire. إذا الوجبات الخفيفة ممكن أن تدخل في هذا النظام سي إذا كان الأمر مهم أون بريفيلاجيون يعني مع تفضيل دي زوبسيون سان خيارات صحيه قوم دي فروي يعني مثل الفواكه الطازجه أو ليغوم او الخضر اي لي كروسيال دو فيي ا اون ان هيدراتاسيون يعني من المهم الحرص على ترطيب اه الترطيب الكافي وذلك بتشجيع استهلاك شيء مهم جدا من اجل الترطيب تناوله جميع المخلوقات الحية ما هو tout au long de la journée يعني على طول النهار أو النهار كامل cette approche nutritionnelle contribue à soutenir la croissance le développement cognitif et la globale des enfants يعني euh, يساعد هذا euh, النهج الغذائي على euh, دعم نمو وتطور المعرفي والعامة للأطفال الاجابه هي كالتالي Les enfants devraient consommer trois repas équilibrés par jour. الأطفال يجب أن يتناولوا ثلاث وجبات ثلاث وجبات متوازنة في اليوم comprenant des portions euh, appropriées دو fruits Légumes et protéines. Les collations peuvent être intégrées si nécessaire en privilégiant des options saines comme des fruits frais ou des légumes. Il est crucial de veiller à une hydratation adéquate. En encourageant la consommation d'eau, tout au long de la journée. Cette approche nutritionnelle contribue à soutenir la croissance, le développement cognitif et la santé globale des enfants. وبهذا احبائي نكون قد انهينا فيديو اليوم الى لقاء قريب في فيديو مقبل باذن الله